حضرنا الآن حفل زفاف الأخ أندريا عوض على الأخت ريموندا فرج. على من يجد مانعا شرعيا أو أدبيا يحول دون إتمام هذا الزواج فليتكلم الآن أو ليصمت إلى الأبد، حيث أنه لا يوجد مانع شرعي أو أدبي يحول دون إتمام هذا الزواج. مسموح لك تستلم عروستك، وخلونا نبدأ حفلنا بالصلاة. أبانا من كل القلب نعظمك، نباركك، نشكرك لأجل حلاوة الحياة مع شخص ربنا يسوع المسيح اللي أعطيته لنا وأعطيتنا من خلاله كل شيء بغنى. نشكرك لأنك باركتنا وباركت حياتنا بربنا يسوع المسيح. نشكرك لأن الزواج هو خطتك المقدسة اللي قصدتها، وكان غرضك من خلق آدم أنه رأيت أنه ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فصنعت له معيناً نظيراً. ونحن نشكرك من أجل أندريه ومن أجل روندا، ونحن نستودع بين يديه حفلنا لتباركه وتقدسه. وما يقدس حفلنا يا رب هو حضور روحك القدوس في وسطنا، وأن يكون شخص ربنا يسوع المسيح إلهنا موجود يشرف عرسنا كما شرف عرس قانا الكبير. لذلك يا أبانا نسألك أن تقودنا بالروح القدس، وأن تقدس هذا العرس، وأن تؤسس هذا البيت على صخر الدهور شخص ربنا يسوع المسيح، فتجمع بين قلبهما بالحب، وما تجمعه أنت لا يفرقه إنسان. لذلك نستودع هذا البيت الجديد بين يديك في اسم المسيح المصطفى. آمين. تفضلوا ارتاح. خلونا نستمع إلى ترنيمة خاصة من أخونا مازن. We need to be like.
لما ربنا خلق الكون كله في كل مرة باستثناء اليوم الثاني، كل ما الرب يخلق حاجة يقول وراء الرب أن كل ما عمله، وراء الله أن كل ما عمله إذ هو حسن. لما خلق آدم دي المرة الوحيدة اللي قال فيها الرب ليس جيدا أن يكون آدم وحده بل أصنع له معينة نظيرة. احنا بنشكر ربنا لأن حضور الرب في وسط عرسنا هو اللي بيقدس العرس. اللي بيجوزكم مش القسيس، واللي بيجمع بين قلبكم مش البشر لكن الرب. وما يقدس حفلنا هو كلمة الله المقدسة. وأنا بصورة خاصة سعيد إنه معانا النهاردة خادم الإنجيل اللي جاي من مصر الدكتور حليم عصب الله، وما حبيتش إنه الفرصة دي تفوت من غير ما يكون هو اللي بيقدم لكم كلمة الحياة. تعالوا نسمع كلمة الرب على فم خادم الإنجيل خادم الرب الدكتور حليم عصب الله. هيأتي مسموح لك بعد ما استلمتها ترفع. من كل قلبي أهنئ العروسين، ألف مبروك، وأهنئ العائلتين. أصلي من كل قلبي أن يجعل أيامكم جميعاً أفراح، الأفراح الحقيقية لا فيما نمتلك ماديا، لكن الأفراح الحقيقية عندما يملك المسيح على حياتنا وعلى بيوتنا. حضرة الأسيس كرر بعض العبارات حارها على ما سمعكم من كلمة الله مع بعض الأفكار البسيطة على وجه السرعة. في سفر التكوين والأصحاح الثاني يقول في عدد 18: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيرا. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ما سيدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيرا. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبلى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأم ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. ويقول: وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. زي ما استمعت من العبارات الرائعة التي نطق بها رجل الله، من المكتوب أن الرب قد خلق كل شيء. خلق كل شيء قبل أن يخلق الإنسان، خلقه لأنه في فكره المسبق أن يخلق الإنسان الذي خلقه لمسرة قلبه. فهو خلق كل شيء لأجل الإنسان، لكنه خلق الإنسان لأجله هو، ليتمجد به هو. ولذلك عندما خلق الإنسان يقول الكتاب رأى ذلك أنه حسن جدا. ولكون هذا المخلوق قد أوجد السرور في قلب الله الذي قال لذاتي مع بني آدم، فهو يهتم به، يهتم به من الألف إلى الياء، لا يتركه لحظة. فهو مخلوق رائع لكنه بسيط، مخلوق جميل لكنه لا يعيش الحياة لوحده. ولذلك الرب وعد أن يهتم بهذا المخلوق. ولذلك لم يفكر آدم إطلاقا في موضوع أن يكون له شريكة حياة، لم يذكر الكتاب المقدس نهائيا. لكن الذي فكر في هذا الأمر هو الرب نفسه. فكما قرأت على مسامعكم في عدد 18 في الأصحاح الثاني يقول الرب ليس جيدا أن يكون آدم لوحده، يعني الرب اللي بيفكر والرب اللي بيهتم، ليس جيدا أن يكون أندريا لوحده. عشان كده يقول أصنع له معينا نظيره. وأنا الحياة بتشدني كتير كلمة معينا نظيره. نظيره يعني زي تمام، معينة مش معطلة، معينة مش بترجع للخلف، الاثنين يساعدوا بعض زي تمام.
عشان كده أصنع له معينا نظيرا. مع ملاحظة أمر هذا أن الرجل قد خلقه الله، أما المرأة فقد صنعها الله من الرجل، وده شيء جميل ورائع. الله خلق آدم من التراب، لكن عندما قال الرب ليس جيدا أن يكون آدم لوحده، قال مش أخلق أصنع. طب صنعها من فين يا رب؟ قال مدام تكون هي حبيبته وشريكة عمره وتتحد به يبقى لازم أخدها منه. طب تاخدها منه من فين؟ قال لا مش أخدها من رأسه، لأن يتسيد عليه ويدوس عليه، ومش أخدها من رجله لألا يدوس عليها ويحتقرها. ما تاخدها من إيه؟ قال أخدها من جنب قلبه عشان تبقى حبيبته قريبة منه. فالرجل أصبح رأس والمرأة صارت جسد، والاثنين يكملوا بعض. جسد من غير رأس يسوي موت، ورأس من غير جسد يسوي موت، الاثنين يكملوا بعض. فلا يعيش الجسد بدون الرأس، ولا يعيش الرأس بدون الجسد. الاثنين ما يكونوش جسدين، لكن يكونوا جسد واحد. عشان كده لو خدتوا بالكم قال كده ليس بعد إسلام بل جسد واحد. خطة الله الرائعة أن يصنع لآدم زوجة بحسب فكره، مع أن آدم لم يفكر في هذا الأمر، مع ملاحظة شيئا وهو أن الرب صنع المرأة لآدم عندما آدم شعر بالاحتياج. يعني الرب لما قال ليس جيدا أن يكون آدم لوحده أصنع له معينا نظيرا، ما يقولش الكتاب على طول أن الرب أوقع سباتا على آدم فنان أخذ ضلعا من أضلاعه، ما قالش كده، لكن قال العبارة وسكت. ليس جيدا أن يكون آدم لوحده. طب ما أنت شايف أصنع له معينا نظيرا، طب صنع. قال لا، لازم هو يشعر بالاحتياج. ليه؟ لأنه إن لم يشعر بالاحتياج إلى المعين نظيره هيتعبوا الاثنين. لابد أن يأتي الزواج من شعور بالاحتياج. الكائنات الحية غير العاقلة، الذكر يعرف أنثى بمجرد البلوغ، قد يكون البلوغ بعد أسابيع في بعض الكائنات الحية، وقد يكون البلوغ بعد شهور، يعرف أنثى عند البلوغ. لكن الزواج بحسب كلمة الله ما شفناش أبدا طفلين صغيرين نجوزهم ونحتفل بيهم، لكن لابد نصبر لما يحصل نضوج، مش فيسيولوجي فقط لكن نضوج ذهني. يقدر الزوج ما معنى الزواج، وتقدر الزوجة ما معنى الزواج. فالزواج بركة من بركات الله، الزواج امتياز، بس الامتياز ده وراه مسؤولية. فإن لم يدرك الزوج والزوجة مسؤولية الزواج لا يمكن أن يعيش سعيدين. ولذلك انتظر الرب، انتظر لغاية ما آدم شعر بالاحتياج. السيد مرر عليه الخليقة، اسمع أنت السيد والسلطان على الأرض، همرر عليك الخلائق دي قدامك، سميها زي ما أنت عايز. مرر الخليقة قدامه اثنين اثنين ذكر أنثى، يلا دول ايه دول، يقول اسمهم اللي بعد اللي بعد، لغاية ما انتهى من تسمية الكائنات الحية، كانت حيوانات أو طيور ذكرا وأنثى. بس اسمعوا العبارة دي، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيرا. عارفين يعني ايه؟ وقف كده محتار مع نفسه، كله عدى قدامي اتنين اتنين، امال انا مالي وحيد؟ كويس بقى، ما دام شعرت بالوحدة، شعرت بالاحتياج إلى شخص يقف قدامه، جاء توقيت علشان أصنع هذا. بمجرد ما يقول الكتاب لم يجد معينا نظيرا، يقول أوقع ربي إلى سباتا على آدم فنام، أخذ ضلعا من أضلاعه، بنى عليها لحمة، أحضرها لآدم. تفضل عروستك تقبلها منه. وأنا النهارده عايز أقول أندريا مش بيقبل عروسه لا من حضراتكم، عفوا مع احترامي للأب، ولا من الأب، عفوا يا أسيس، ولا من الأسيس، واعتذر لنفسي، ولا مني، لكنها تقبل عروسك من الرب، إنها مقدمة له من الرب رأسا. علشان كده إذا قبلها هدية من الرب يعيش سعيد، إذا قبلتي هدية من الرب هتعيش سعيدا. فالسعادة ليست بما نمتلك ماديا، لكن السعادة عندما يكون الرب يسوع بينكم رأس البيت. عندما يكون الرب رأس البيت أقول لكم
أنكما تصيران سعيدين. لكن إن لم يكن الرب في وسط البيت، الانشطاط والانقسام، فالله لا يسمح بالباقي. عشان كده ليكن من الآن رأس البيت لأندريا وعروسه هو المسيح، وعاوز الشعب الرب كله الأمين. أمين. ليكن الرب لكم بينكم على الدوام. أقول كلمتين صغيرتين عن المسؤوليات لكم كعائلات ولنفسي ولكم كعروسين. مسؤولية على العريس أن يحب عروسه كنفسه، يحب عروسه كما أحب المسيح الكنيسة. أندريا يجب أن تعرف كم كانت محبة المسيح الكنيسة، أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. مات المسيح لأجل الكنيسة، لأجل الكنيسة. ينبغي أن تحبها حتى الموت ولو كلفك تقدم عمرك. لكن من جانب آخر على المرأة، على العروس، أن تخضع لرجلها كما تخضع الكنيسة للمسيح في كل شيء. تعلم الخضوع، تعلم الطاعة وليس الخنوع. طيب، اتفق معا في الرأي، خذوا الدين بعض، وابدأوا من الليلة بدرس الكتاب، قراءة الكتاب والصلاة. وأؤكد لكم تصير سعيدة. ألف مبروك لكم وللعرس. دعونا نستمع إلى ترنيمة أخرى للأخ نازل. عيني كلها مش غادي عن نعمة.
في حفلنا يقدس حفلنا الروح القدس اللي بيجمع بين قلبكم، يقدس حفلنا حضور الرب يسوع بنفسه، وان الرب هو اللي بيدي كل واحد فيكم عطية هدية للآخر. في سفر الجامعة قال الحكيم أصحاح 4 عدد 9، 2 خير من 1، لما يكون 2 مع بعض أحسن ما يكون 1 لوحدين. بس في عدد 11 قال حاجة كمان، إنه الخيط المسلوس لا ينقطع. ودايما نسأل مين الثالث بتاع الزواج، إن كان العريس والعروس 2 وأفضل إنهم يكونوا مع بعض عن إن يكون كل واحد لوحدين، أما مين الثالث اللي لو بقى موجود هذا الخيط لا ينقطع؟ هو الرب بنفسه. عشان كده الرب هو اللي يجمع بينكم ويؤسس هذا البيت ويملى حياتكم. أرجو من الجميع أنه يقف، لأننا وصلنا إلى قدس أقداس حفلنا. إحنا مش جايين نحضر الفرح ونفرح وبس، لكن كمان إحنا قدام الله شهود على هذا الزواج المقدس، وهنكون شهود على العهود اللي هيقطعها العريس والعروس على نفسه، وهنكون شهود قدام الرب ومعاونين ليهم. عشان كده علينا مسؤولية، كل اللي حضر النهاردة عليه مسؤولية إنه يصلي من أجل أندريه وريموندا، وإنه يقدم كل مساعدة وكل نصيحة إنه هذا البيت يكرم ويمجد الرب. خلونا نصلي ليهم إن الرب يديهم نعمة خاصة وهما بيقطعوا العهود دي يعيشوا. يا أبانا من كل القلب نعظمك، نباركك، نقدم لك سجود القلب لأجل المشروع العظيم، مشروع الزواج، ونشكرك لأجل الكلمة المقدسة التي تقدس الحياة، ولأجل شخص ربنا يسوع المسيح الصخرة الحقيقية اللي عليها يؤسس هذا البيت. ها نحن نأتي بأندريه وريموندا بين يديك، نسأل من جلالك نعمة خاصة لهما ليلتزم بهذه العهود ما داموا على قيد الحياة، وإنت بنعمتك تقدس وتمنح عبيدك هذا الإحسان في اسم المسيح، آمين. أندريه وريموندا، إن الزواج المسيحي يا أندريه هو حب وعطاء، ترك وانتصاق، إخلاص ووفاء مدى الحياة. أقول لك الكلام ده كله في كلمة واحدة بس، الله. يا أندريه هل تعلن أمام الله وأمام هؤلاء الشهود أن تتخذ ريموندا التي أنت ماسك بيدها الآن لتكون زوجة شرعية لك؟ نعم. وهل تعد أمام الله وأمام هؤلاء الشهود أن تكون زوجا أمينا ومخلصا لها، وأن تحنو عليها وترعاها ما دمتما على قيد الحياة؟ نعم. I, Andre, take you, Ramunda, to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. وهل تقدم هذا الخاتم كإعلان عن زواجكما زواجا مسيحيا مقدسا؟ نعم. يا رب قدس هذا الخاتم لهذا القرار في اسم المسيح، استمعت أن الزواج المسيحي هو حب وعطاء،
ترك والتصاق إخلاص ووفاء مدى الحياة. وأضيف أنه أيضا خضوع في الرب. ولقد استمعت أيضا إلى تعهدات أندري. ألخص كل الكلام ده في خضوع. وقد قدم لك هذا الخاتم كإعلان عن زواجكما وقد قبلتيه. فهل تتعهدي أنت أيضا أمام الله وأمام هؤلاء الشهود أن تكوني زوجة أمينة ومخلصة وخاضعة له مدى الحياة؟ نعم. وهل تقدمي له هذا الخاتم كإعلان عن زواجكما زواجا مسيحيا مقدسا؟ نعم. يا رب قدس هذا الخاتم لهذا الغرض في اسم الرب يسوع. زوجة أمينة ومخلصة. أن أكون زوجة أمينة ومخلصة. وخاضعة لك يا أندري. وخاضعة لك يا أندري. وأن أراعيك. وأن أراعيك. ما دمت على قيد الحياة. ما دمت على قيد الحياة. في الصحة والمرض. في الصحة والمرض. في الغنى والفقر. في الغنى والفقر. في السراء والضراء. في السراء والضراء. في الرحب والضيق. في الرحب والضيق. إنما الموت يفصل بيني وبينك. إنما الموت يفصل بيني وبينك. مصلي. أبانا من كل قلوبنا نعظمك نبارك اسمك الكريم. وإذ نأتي إليك في هذه الفرصة فها نحن نضع بين يديك أندريك ورومندا. ليتك ما تباركهما. ليتك ما تحسن إليهما. ليتك ما تؤسس هذا البيت على صخر الدهور وتقدس حياتهما معا وتحسن إليهما وتكرمهما وتمنحهما ذرية صالحة تكرمك وتمجدك وليكن بيتهما شهادة لك. اكرم عبيدك بأن يكرموك وأن يحيوا ما تبقى من الحياة لمجد اسمك وأن تعطهم يا سيدنا أن تمتلئ قلوبهم بعضهم نحو بعض بالحب والفرح والعطاء في اسم الرب يسوع نصلي. آمين. نستمع إلى ترنيمة.
السلطان المعطى لي من الكنيسة الإنجليزية من ولاية كاليفورنيا. أعلن وأصرح أن أندري وريموندا قد صارا زوجا وزوجة، وما جمعه الله ما يفرق. نشترك معا في الصلاة التي علمنا إياها الرب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الآن من الآن وإلى الأبد. آمين. يبارككم الرب ويحرسكم، يضيء الرب وجهه عليكما ويرحمكما، يرفع الرب وجهه عليكما ويمنحكما سلاما، والقادر أن يحفظنا غير عسرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الانتهاك. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان من الآن وإلى الأبد. آمين. يلا برايد ميد كلوك يمين وذ اور
Yes, you don't have to go to the stairs. Oh. But get so close because the boy's too small. Come on. Oh my.